صنف سنسيشن تم استخدام فيجرو كالسيوم مركب. اتضح بعد استخدام الفيجرو كالسيوم من التجارب ان الدورة الثانية في التزهير بسم الله ما شاء الله كم هائل من الزهر والعد، بالعد وصل ل 36 ثمرة وزهرة، بمعنى ان الانتاج ان شاء الله بعون الله هيبقى 3 اضعاف الموسم اللي فات. ليه؟ لان طبعا ده بيساعد في التزهير والعقد وكمية العقد والزهرة الموجود على النبات. كمان التبكير ساعد جدا في التبكير في الاستخدام في التبكير في الانتاج، ادى الى تحسن في صفات الثمره حيث اصبحت الثمره صالحه للتصدير وخاصه للتصدير لدول اوروبا وسوق لندن.